من سنين اكس بوكس وبلاي ستيشن عاملين خناقه جامده جدا مع بعض، لغايه سنه 2013 لما ظهر لنا البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1. في المراحل اللي قبل كده سوني كانت متفرده بالبلاي ستيشن 1، ولما نزل البلاي ستيشن 2 برضو كسب المعركه مع اكس بوكس وهو الاكس بوكس اوريجين. بظهور البلاي ستيشن 3 والاكس بوكس 360، الاكس بوكس 360 تفوق على البلاي ستيشن 3 حتى اخر ايامه، لكن بلاي ستيشن 3 مع بدايه 2010 بدا ياخد النجاح. ونفس الشيء بس حصل بالعكس، البلاي ستيشن 4 فضل متفوق على الاكس بوكس 1 حتى بعد صدور اكس بوكس 1 اس، لكن مع ظهور الاكس بوكس 1 اكس والبلاي ستيشن 4 برو سوني هنا ادركت الخطر ان الاكس بوكس 1 اكس متفوق في الامكانيات وفي تجربه الجيمنج عن البلاي ستيشن 4 برو بمرحله كبيره، وبرده الاكس بوكس بتدعم الباكورد كومباتيبلتي او امكانيه تشغيل الالعاب القديمه. واحنا بقى داخلين دلوقتي على خناقه جديده، بنسمع عن الجهازين وشفنا لهم ريفيوهات كتير، البلاي ستيشن 5 والاكس بوكس سيريس اكس، لكن لحد دلوقتي ما شفناش المنافسه في المبيعات وما شفناش النجاح في مجال الجيمنج. انا بقى قررت اعمل فيها ابو العريف واقول رايي الشخصي، بلاي ستيشن 5 احسن ولا اكس بوكس احسن؟ عايز تعرف بقى مين اللي هيكسب المعركه؟ اعمل سبسكرايب كمل معايا الفيديو الاخر. بالنسبه لنا في منطقه الشرق الاوسط سوني متفوقه، وسوني متفوقه لسبب واحد وهي الحصريات او العاب سوني اللي احنا متعلقين بيها جدا، لكن في اجزاء تانية من العالم الناس متعلقه بالعاب كتير من العاب اكس بوكس. اكس بوكس في فتره ما كانت الالعاب متواضعه ومتكرره، لكن سوني كانت بتبدع في ان هي تطلع العاب جديده. اكس بوكس بقى المره دي حلفه ان هي ما تخسرش المعركه وقدمت الاكس بوكس سيريس اكس. السيريس اكس متفوق على البلاي ستيشن 5 بالارقام، عاده حاجه واحده وهي الاس اس دي اللي سوني متفوقه بيه. ولو ما تعرفش امكانيات الاس اس دي بتاع سوني ارجع اتفرج على فيديوهات البلاي ستيشن 5 اللي فاتت اللي احنا عملناها. وبعيدا عن الاس اس دي، سوني برضو بتراهن على تجربه اللعب مع الدول سنس اللي بفرق كبير جدا احسن بكتير من الكنترولر بتاع الاكس بوكس اللي انا شايف ان هو ما فيهوش تغيير. طيب انا كجيمر اهم حاجه عندي ايه؟ اهم حاجه عندي هي الجيمز، مش اي حاجه تانية. ومع احتدام المواجهه والمواجهه قربت جدا، في العاب كتير مش حصريه لا اكس بوكس ولا لسوني، والالعاب هتنزل على الجهازين. فهنا كان التحدي ما بين اكس بوكس وما بين سوني، مين اللي هيشتري جهاز بلاي ستيشن 5 او اكس بوكس يحط الجهاز في الكهرباء ويلعب على طول. سوني قدمت لنا البلاي ستيشن كولكشن وهي العاب البلس اللي هتشتغل على البلاي ستيشن 5 فقط، لكن اكس بوكس في رايي الشخصي ان هي كانت اصيع من سوني شويه وهتتفوق مع خدمه الجيم باس. وبعد ما اكس بوكس حطت ايديها على شركه بيسيسدا وبقى جزء من الجيم باس الاي اي بلاي او الاي اي اكسس، فتخيلوا مجموعه الالعاب الكتير جدا اللي هتنزل لك مباشره بمجرد اشتراكك في الجيم باس. مئات من الالعاب تحت ايدك وتحت تصرفك تقدر تلعبها في اي وقت، العاب قديمه والعاب جديده والعاب حصريه الاكس بوكس والعاب مش حصريه الاكس بوكس، زائد العاب شركه بيسيسدا طبعا اللي احنا عارفينها. فاكس بوكس بتقدم لك تجربه اقوى، يعني الالعاب بتاعه اكس بوكس لما تنزل مش هتضطر ان انت تروح تشتري اللعبه، لكن هتلعبها مع خدمه الجيم باس. طب بالنسبه لسوني، سوني قدمت لنا 18 لعبه من الالعاب القديمه بتاعه البلاي ستيشن 4، لكن ما اعتقدش ان في حاجه من العاب البلاي ستيشن 5 هتنزل لك ببلاش سواء مع بلاي ستيشن بلس او مع اي خدمه ثانيه، هتضطر تدفع ال 50 او ال 70 دولار، وانا شايف ان هم كانوا المفروض يقللوا في اسعار الجيمز شويه لان الالعاب بقت اسهل في صناعتها. يا ريس هتجيب بلاي ستيشن 5 هتدفع فلوس وهتدفع فلوس كتير، لكن لو اشتريت اكس بوكس هتعيش على الجيم باس وهيكيفك جدا جدا. وفي رايي الشخصي انا شايف ان مايكروسوفت كانت عبقريه في التسويق في الحته دي. الناس اللي بتتهمني بان انا فان لسوني، انا بقول لك الاكس بوكس اقوى في الجيمنج في مرحله البدايه. سوني طبعا علامه كبيره في تاريخ الجيمنج وهي اقدم من مايكروسوفت واكس بوكس في المجال، لكن اكس بوكس تفوقت في التسويق وفي صناعه هذا الجهاز. وطبعا اللي انا هقوله ده متناقض مع حاجات كتير انا بتكلم عنها في البلاي ستيشن 5، لكن لازم اقول الحقيقه. رايي الشخصي اشتري اكس بوكس لو عايز تجيب جهاز وتلعب على طول باقل تكلفه، لكن لو انت عندك القدره ان انت تشتري بلاي ستيشن 5 وتنتظر الحصريات على ما تنزل وتشتريها بسعر غالي سواء اونلاين او سواء اسطوانات، انصحك تشتري بلاي ستيشن 5، بس هتشخلل جيبك يا باشا وهتدفع دم قلبك. طيب انا بقى هشتري ايه؟ انا ككريم انا هشتري بلاي ستيشن 5 طبعا علشان اعرضه لكم، لكن للجيمنج انا هشتري اكس بوكس سيريس اس وهو الفيرجن الصغير من الاكس بوكس سيريس اكس. طبعا انا عارف ان امكانياته اقل وبيدي ريزولوشن 2K، لكن مع خدمه الجيم باس انا مش محتاج اكتر من كده، جهاز صغير جدا
هحطه في الكهرباء وهلعب على طول. وللعلم مش كل العاب اكس بوكس سيئة، في العاب كتير لاكس بوكس نادرة جدا وحلوة جدا، سواء كانت من الالعاب القديمة او الالعاب الجديدة او الالعاب اللي هتنزل. بالنسبة للبلاي ستيشن 5، مكتبة البلاي ستيشن 4 اللي موجودة عندي هتساعدني كتير لغاية لما ابدأ اشتري الحصريات. تفتكروا مين اللي هيكسب المعركة دي، اكس بوكس ولا بلاي ستيشن؟ مستنيكم في التعليقات. كان معاكم كريم من قناتكم فيرست ستيب جيمنج، يا رب يكون الفيديو عجبكم ومع السلامة.